يسلموا عمري. صحة وهنا، هاي أول فنجان قهوة من المدام. مزبوط، يسلموا إيديكي. أيوة، وهلأ صار عنا وقت نحكي. خليل اليوم رح نضل بالبيت؟ لا، تفضل نطلع، منروح على أماكن أثرية. أنت شو رأيك؟ موافقة، خلص منروح وين ما بدك. تمام يا عمر. وهلأ منشوف هالعلب شو فيهن. أوكي، كتير حابة أعرف شو في بقلبهم. رأيي نبلش بالكبيرة. افتحي يلا. شو حلوة هي، مين جابها؟ كمال أيدن. مين هاد؟ من زبايننا، مبارح عرفتك عليه، رفيعه طويل وإله شوارب. ايه، ومرته سمينة وشعرها أشقر. وبلشنا ننم. ايه هي هيك. هاي من مين؟ بعتها زينب سنمار. وشو هاد؟ عم حاول افهم. هي بعتتها لتنزعلنا مرقنا، اتركها احسن. هي البوسنة. والله؟ شو بدك تعمل؟ بدي اقرا شو المكتوب فيها. عم تحاول تفهمني شي بس شكلها عم تتسلى وبس، ما في شي تاني. ايه؟ سفيتا مويتا. شو يعني؟ هاد شارع. تعي نشوفها بالانترنت. اتصل فيها وشوف شو قصدها من الهدية. ما بدي حتى مو طايق اسمع صوتها. هذا مشفى مستر كسينسكي سانتر لسانيس. شو يعني؟ يعني المشفى اللي ولدت فيه. شو له علاقة؟ يا الله، يعني شو بدها تفهمني؟ برأيي عم تعفس لحتى تنزعلنا فرحتنا. اتصل فيها مشان الله، أنا اللي بدي حاكيها. حتى أنا خفتها؟ هلأ بلا مزح، تصرفاتها ما عاد تنحمل، زودتها. إيه، شو صار؟ ما ردت ما هي؟ عم تتمسخر علينا علنان، بتكون عم تضحك علينا أمراض فاضي. كيف؟ قلتي أمراض فاضي؟ سكوت، هي تلتة بتضل بتقولها. شو بدنا نعمل هلأ؟ بدنا نتركها تجن، لأنه هدفها مبين، يعني من غيرتها بدها تنزعلنا أول أيام حياتنا. يلا يلا خلينا نكفي الهدايا، يلا تعال نشوف.